احنا العمل عندنا على عدد من المصاف والرد عليكم انتم اكبر من الرد اللي علينا احنا داخل اسوار الجامعه، يعني انتم بدونكم مش فوز. الفوز بتحقق بوجودكم انتم بعملكم انتم بالمناطق التنظيميه باخواننا بالامن. السلام عليكم. لما كتلة طلابية في إطار تحضير نفسها لانتخابات جامعية جامعة النجاح في فلسطين تدعو الأجهزة الأمنية لبدء ممارسة دورها في التأثير باعتبارها شريك في الفوز بس وبكل هالبساطة، فالسؤال اللي بيطرح نفسه عندي يا حزركم، شو هو الدور اللي ممكن تمارسه الأجهزة الأمنية لتحقيق فوز كتلة طلابية في انتخابات جامعية؟ هاتوا لنفكر سوا. ممكن مثلاً ضباط الأمن يعملوا على صياغة هتافات وحدوية لتعزيز الحالة الوطنية، مثل إحنا الشبيبة للوقاء حبيبة. حلو والله، شيء جديد. ولو حبينا نكون واقعيين أكثر ممكن نحكي اللي ما بيعطينا الصوت في أريحة حيذوق الموز. لا 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 لا، هذا كثير مباشر، خلينا نكون مبدعين أكثر. ممكن نفترض باعتبارها أجهزة أمن إنها تدخل عناصرها للحرم الجامعي وقت الانتخابات بس باللباس المدني ها، للعمل على ضبط الأمن وإضفاء جو من الأمان من خلال فصل الكتل الطلابية عن بعضها. كيفني معكم؟ طب فكروا معي، ساعدوني. ممكن مثلا حملة اتصالات على أهالي الطالبات لحث بناتهم على معرفة مصلحتهم من خلال دعوتهم للاحتشام في اللباس. يا بي هذا اللي على المقسم شو حيأخذ أجر. المهم هاي شوية مقترحات وكل تمنيات التوفيق والنجاح للأجهزة الأمنية في انتخاباتها القادمة، وإنه نشوف احتفالاتها بالفوز القادم على باب الجامعة القدماني، لأنه الباب الوراني دائما محجوز للجيش. انتخابات نزيهة تمناها لكم، ونوما هنيئا لمعتقليكم. خاطركم حبايبنا، اكتبوا لي بالتعليقات مقترحاتكم الإضافية وشير للحلقة والاشتراك بالصفحات، لأنه أنتوا شركائي في الفوز والانتشار مش أي جهة ثانية. سلام.